إذن الجهات جاهزة لانطلاقة الشوط الرابع. The all set. The roof and racing. انطلق الشوط الرابع من مسافة الميل 1600 متر للأفرس فقط لا غير بانطلاقة 6 من الأفرس. المرشحة الأولى شمالية هي التي تتصدر السباق من البداية التي انطلقت من البوابة الأولى، بينما تأتينا امبرسيف دي في المركز الثاني بشعار الوردي والأبيض، والمركز الثالث تتواجد المرشحة الثانية صحارة. هنا صحارة تتقدم إلى المركز الثاني، بينما ميديشن بالي في المركز الثالث، ورابعا تأتينا امبرسيف دي، بينما خامسا انكلينيشن وجي سي بي جود في المركز السادس. هنا تخطف الصدارة من قبل صحارة بقيادة الفارس حسين مكي. انكلينيشن في المركز الثاني مع جيرالد فرانش، وشمالية في المركز الثالث والمركز الرابع امبرسيف دي مع الفارس بريد دوي. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا زال الصحارى هي التي تتصدر السباق. انكلينيشن في المركز الثاني بقيادة الفارس جيرالد فرانش، والمركز الثالث امبرسيف دي بقيادة الفارس بريد دوي. وأيضا من جانب السياج هنالك محاولات من قبل شمالية، ومن الجانب الآخر أيضا ميديشن بالي. إذا الصحارى لا زالت هي التي تصدر سباق، ومحاولات أيضا من قبل شمالية وأنكلينيشن. ها هي انطلقت الآن جيرالد فرانج، الآن يدفع بقوة لميدان أنكلينيشن. إذا أنكلينيشن هي التي تتصدر سباق، محاولات من امبرسيف دي بقيادة الفارس أيضا بريد دوي، لكن صدارة مع جيرالد فرانج. إذا جيرالد فرانج مع أنكلينيشن تقترب من انتزاع الشوط الرابع. إذا أنكلينيشن هي بطلة الشوط الرابع. امبرسيف دي في المركز الثاني، المركز الثالث جاءت به صحارى، أما المركز الرابع فبانتظار الصورة وبانتظار النتيجة من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية. انكلينيشن بقيادة جيرالد فرانش هي من تنتزع وتخطف صدارة الشوط الرابع، شوط